انا اسمي حسام مسلم، سي او سلمي. احنا اول ما عملنا الشركه قررنا ان احنا نشتغل في كل الاجهزه، لكن لقينا ان في ناس كتير بتفكر بنفس الطريقه، فقررنا حاجه من الاثنين، يا اما ان احنا نعمل زي الناس يا اما ان احنا نفكر بطريقه مختلفه. علشان كده قررنا ان احنا نعمل ريديفاين للاجهزه، عشان كده سمينا الشركه اكسلوجي ساينس اوف اكسسوارز. الفيجن بتاعتنا ان احنا نيفولف از ماركت ليدر في الفيلد بتاع الاكسسوارز، اوفرنج بزنس تو بزنس اند بزنس تو كونسيومر سوليوشنز فور اند يوزرز اند كوربريشنز. احنا بنشتغل على تو مين دايركشن، البزنس تو كونسيومر والبزنس تو بزنس. ليتس بيجن وذ بزنس تو كونسيومر. احنا طلعنا اكتر من 100 ايديا، واحنا درسنا الايديز دي، درسنا 10 منهم من حيث كذا حاجه، من حيث الماركتنج ريسيرش علشان نشوف يعني نقدر ننفذ البروجكت دي ولا لا، ونشوف ايه التارجت سيجمنت بتاعتنا. ودرسنا من حيث البرودكشن ريسيرش عشان نشوف هل السيلز عندنا بتسمح لنا ان احنا ننفذ البروجكت ده ولا لا، وشفناها من حيث البادجت عشان نشوف هل الفلوس اللي معانا تساعدنا ولا لا. فكان اول برودكت طلعناه هو السويجل. هو ده السويجل، بس اصغر شويه. This is our first product. ده هو عبارة عن باسكت بيتحط في العربية. كان بيواجه الناس مشكلة إن هي مفيش باسكت كتير في الشوارع، وما كنتش الناس بتلاقي إن هي تحط الزبالة في العربية. فإحنا حلقينا الـ Developed Solutions ده وطورنا فيه على كذا مرحلة عشان نوصل للكواليتي اللي إحنا عملناه. البرودكت ده إحنا بننتجه بيكلفنا 15 جنيه. إحنا الديسكربشن بتاعتنا في السيلينج مش دايركت سيلينج، إحنا بنعتمد على ديستريبيوشن نتوركس. احنا في دلوقتي اون جوينج ليز مع اكسون موبيل واون درام. ده بالنسبه لاول برودكت. دلوقتي هنتكلم عن البيزنس تو بيزنس دايركشن، وده اول ديل احنا عملناه مع شركه مالتي ناشونال. عملناه مع بوتين، ده ببساطه بروتكتور للايفون في الشحن. ده كان اول ديل من ثلاثه. بعد ما عملنا الديل ده بقينا اوثرايز سبلاير لفودافون، ومتوقع ان احنا نكون مين سبلاير في خلال سنه. الديل ده البرودكت ده كان بيكلفنا 3 جنيه ونص، بيتباع ب 7 جنيه وخدوا كميه، وبعد ما اشتروا هيجي لي اوردر تاني وقبل لي كونديشن لابل اللي هيتعامل معانا وهيعملوا لي اوردر تاني. وبعد كده من الفيسز ان احنا نبقى مين سبلاير، دلوقتي احنا شغالين على بين ليدز تانيين. السبلاير فودافون بالهاجس بتاعت المين تاكس في كل الفروع بتاعتهم في مصر، وشغالين على ليد تاني ان احنا بنسبلاير بالتروفيز اللي هي بتبقى ك اتش ار او بزنس امبريز، او تروفي ثانيه بنديها للبريميوم كاستمرز. ده بالنسبه للبزنس تو بزنس. دلوقتي بالنسبه للفيتشر بتاعنا، ده التيك ده اول تيك احنا قبضناه من فودافون. كان في مشكله بتواجهنا في الليجل ايشوز، ما فيش اي شركه كبيره بتقدر ان هي تتعامل مع هواء، بس احنا ما وقفناش عن كده. احنا شركه بروفيشنال وبنسعى ان احنا نوصل لهدفنا مهما كان. علشان كده عملنا ثيرد بارتي كونتراكت عشان الكاميرا ورك بتاعها خلصان. علشان كده ده اسم الشركه شنيوي شنيوي بشيء اكسولوجي. احنا عملنا ثيرد كونتراكت هم اللي يعملوا ده، لكن مجرد ما احنا نبقى اوثرايز كومباني خلاص ده مش هيعملوا دلوقتي. تمام؟ الفيوتشر في الفيوتشر بالنسبه للبزنس تو بزنس، احنا كان عندنا ليميتيشن في البزنس تو بزنس، احنا كان عندنا ليميتيشن في البادجت. كان اول كان البرودكت بتاعنا اللي هو السويفل ما عرفناش ننتجه بكميات كبيره. تمام؟ هننتجه بكميات كبيره وهنوسع الداتا بيز، وزي ما قلت البيز اللي احنا شغالين فيها مع اكسون موبيل ومع اون درام هنزود عليهم الكار ايجنسيز، وهنزود عليهم اي جاز ستيشنز، وغير هنزود كونتكس اوريدي عندنا احنا اشتغلنا معاهم زي سوق التوقيتيه اللي هو اكبر سوق كار اكسسوارز في مصر. ده بالنسبه للسويفل. ده هو البريك ايفن اناليسيز بتاع السويفل. تمام؟ نيجي تاني جروبر، وده مين برودكت عندنا، بس احنا اديناه للفيوتشر. البرودكت ده اسمه هو بلو. هو عباره عن هوك اكسسوري وهو الدايمنشنز بتاعت اي 5 بيبر في ليدز من الجنب، بتستخدمه لو انت مثلا عايز تقرا بالليل او مش عايز تزعج حد، او لو قرر واقعك وعايز تذاكر. البرودكت ده بروميسنج جدا، واحنا عملنا له ماركت ريسيرش اثبت ان البرودكت ده هيبيع. واحنا برضو نفس الاستراتيجي بتاعتنا في السيلينج، احنا مش بنشتغل على الدايركت سيلينج، احنا بنشتغل في الديستريبيوشن نتوركس. احنا ان شاء الله التارجت بتاعنا ان احنا نبيع للمين بوك ستورز او للبوك فيز. البوك ستورز زي الف ديوان ومكتبه الشروق، ونبيع برضه للمكتبات الكبيره زي سمير وعلي. وانا شايف ان احنا قدها، لان احنا اوريدي عملنا حاجات بالكواليتي بتاعت المالتي ناشونال اورجنايزيشنز. وبالنسبه لل
لقيته ايه؟ احنا دلوقتي هنبدا ان احنا نوسع الداتا بيس بتاعتنا من الشركات، ونبدا ان احنا نتعامل مع شركات اكتر، لان شويه كان في عندنا ليميتيشنز في البادجت. البادجت كانت مش بتاعتنا، لان احنا هنروح نعمل ديل ممكن يكون حجم الديل ده اكبر من البادجت بتاعتنا. شكرا.